السلام عليكم ورحمة الله. احنا هذو اصحاب حق واصحاب قانون، ولان جايين لوطننا طامعين فيه لان مشردين فيه. يا اخوتي احنا هذو لاجئين في وطننا، انقلعوا منا وممتلكاتنا بالنصب والاحتيال جهارا نهارا امام الناس كامل. والقضيه اللي طالعها القانون اللي هي باعتها خاسر، ولا يشري معادله نص من مذال وفارس ويخلصوا ممتلكات الناس. اليوم احنا جايين دورتنا تنصفنا وتعطينا حقنا، وتعرف اننا لاجئين، لاجئين بما في الكلمه معناه. اولادنا مشردين ما يقراوا، وصرنا خاو عن ما في السلطه وقد يسكنوا فيه اللي ما قد يكروا. ما عندنا شيء اسوء هو شنو؟ ما عندنا من يلفنا شنو المساعدات؟ احنا من يلفنا شنو المساعدات؟ بين ظلمنا، بين حقنا ما هو خالي، بين ما تتعشوا ولا نتغداوا، ما حريش نواصلوا، ندوروا لا العداله تنصفنا، ندوروا لا العداله تنصفنا، ما ندوروا شخر، اولادنا جهاله يا اخوتي، زعيم الشخر الاف البشر، الاف البشر اولادها ما تو يقراوا. اقول صيفا قربوا يا اولادنا، اقول صيفا سكنوا بها، اقول صيفا يا اخوتي عيشوا بها، احنا ضيعه، احنا تعابة يا اخوتي، احنا تعابة، ونظلم يا اخوتي فطنا، والله احنا لاجئين فطنا. انقذونا انقذونا يا دورتنا انقذونا. السلام عليكم ورحمه الله. نتكلم حتى